الحقيقة برضو في ظل الكلام اللي أنا بتكلمه مع حضراتكم عن حفلة امبارح، الحقيقة حفلة كان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة متواجد فيها واتكلم فيها بمنتهى الفخر عن النادي الأهلي. المهندس هاني أبو ريدة كان متواجد واتكلم أيضا فيها بمنتهى الفخر عن النادي الأهلي، وقال إن النادي الأهلي هو بعبع أفريقيا، وهذه هي الحقيقة، لأن الفارق كبير جدا، دي من عندي أنا اللي بقولها، الفارق كبير جدا جدا ما بين النادي الأهلي وما بين اللي بعده، اللي بعده مازيمبي ونادي الزمالك، النادي الأهلي 10، اللي بعده 5، خمس بطولات أفريقية، وبالتالي أنت ضعف العدد. أنا عارف إن في ناس كتيرة جدا ممكن تقلد الحفلة دي، هتحاول تقلد الحفلة دي، لكن ما عنديش مشكلة، حاول على قد ما تقدر اتعلم من النادي الأهلي وشوف النادي الأهلي بيعمل إيه، وحاول تصل إلى هذه الجودة وهذه الدرجة من الجودة، علشان هنبقى مبسوطين بالمناسبة، مش هبقى زعلان أو هبقى متضايق، بالعكس أنا هبقى مبسوط وسعيد أن يكون في مستوى من التنظيم الرائع غير النادي الأهلي، أشوف حد تاني بيقدر يعمل كده، هبقى سعيد ومبسوط من جوايا الحقيقة، ومش هبقى زعلان، بالعكس أنا النادي الأهلي قال لكم الحاجات دي بتتعمل إزاي، اعملوا جربوا، نجرب ونشوف إيه اللي هيحصل في الأيام القادمة. هذا هو النادي الأهلي، وهذا هو الفارق الكبير ما بين النادي الأهلي وأي حد تاني اللي حضراتكم شفتوه، وهذه الحفلة الرائعة اللي بحيي عليها كل الناس اللي اشتغلت على هذه الحفلة، وإن شاء الله خلال الأسبوع اللي جاي هقول لحضراتكم كمان حاجات كتيرة جدا وكواليس كتيرة جدا جدا في هذا الحفل. مرة تانية أنا بشكر كل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب على هذه الحفلة، ودايما مشرفينا ودايما مخلينا راسنا في السماء الحقيقة من التنظيم الرائع والشكل الرائع.